قال نافع كانت فيه القعدة سنة سابع، واختلف العلماء لماذا سميت عمرة القضية. قال بعضهم من القضاء وبعض الدلالة، لأن العمرة الأولى قد فسدت. وقال بعضهم من القضاء وهو الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم قريش، لأن معنى القضاء يأتي لمعنيين: القضاء ضد الأداء، والقضاء بمعنى المحاكمة. ولهذا نجد في كتب الفقه باب القضاء مرتين، في باب الصلاة قال باب القضاء والمراد به قضاء الصلاة، وفي باب الدعاوى والإجابة في باب المحاكمة يأتون بباب القضاء والمراد به الحكم. ما بشئت في كتب الفقه مكرر إلا باب القضاء. باب القضاء في كتاب الصلاة والمراد به قضاء الصلاة، وباب القضاء في باب الدعاوى والبينات والإجرام، أي قال قضاء بمعنى حكم. فهذا اختلف العلماء لماذا سموها عمرة القضاء. من قال أن العمر فسدت وأنه بدأ يقضيها بدلا عنها، فسماها باب القضاء بمعنى ضد العدل. ومن قال أن العمر الأولى ما فسدت لأنهم قد ذبحوا ونحروا لكن سددتم قريش والأجر قد كتب، فإنما سميت القضاء عندهم من باب القضاء وهو الحكم. قال نافع كانت فيه القعدة سنة سبع. وقال سليمان التيمي لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بعد السرايا وأقام في المدينة حتى استعلموا القعدة، ثم نادى في الناس بالخروج. قال موسى بن عقبة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتبرا في القعدة سنة سبع، وهو الشهر الذي سطه فيه المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجوج. قال موضع قرب مكة على ثمان أميال منها، ووضع الأذان كلها الجحف والمجال والنبل والرماح. الجحف الذي يسميها الدرجة، والمجال كذلك نوع من الدرجة، والنبل الذي يرمون بها، والرمح الذي يطعنون به، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن ابي طالب بين يديه الى ميمونه بنت الحارث بن حزن العامريه، فخطبها اليه، فجعلت امرها الى العباس ابن عبد المطلب زوج اخته، وكانت اختها ام الفضل تحته، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه، لكن ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وما تزوج بها وما عقد له بها، ان كان تزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اذا كان المراد ان العباس يعني التزم بانه سيزوجها فلا باس، اما العقد الشرعي والدخول فلم يقع الا بعد ان رجع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه، اما من مكه خارج مكه في محل اسمه سرف، وعمل له خيمه هناك ودخل بها هناك، ثم بعد نحو 50 سنه سارت حج ورجعت من مكه وجاءها الموت في محل سرف بذاته، وقبلت في البقعة التي هذه البقعة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عليها
فيها، ولكن بعد مدة طويلة قال ما كذب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، فقال اكشفوا عن المنازل واسعوا في الطواف بسرعة ليرى المشركون جلدهم وقوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنهم قالوا سيأتيكم أناس قد وعنتهم ثم يزرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسعوا في الأسواق الثلاثة الأول لعاجل تراهم قريش، فلما رأتهم قريش قالوا إنهم يسبون كما تسب الغزلة أو كما تسب الأسود، وكان يكايدهم بكل ما استطاع يتجلد أمامهم، فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجل أن يأتي بأشعار من بحر الرجل متوشعا بالسيف يقول خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا رب إني مؤمن بجيله يعني بأقواله، وإني رأيت الحق في قبوله اليوم نضرب بكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مكيله ويسهل الخليل عن خليله. أخرجه ابن إسحاق عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر المزدلفي وروى عبد الرزاق بن الشيخ صحيحا عن أنس كما قال الحافظ في البحر. وتغيب رجال من المشركين بعضهم رحل خرج من مكة في قرية خارج مكة أو في شمال مكة، وقال مشي أبشر محمد وأصحابه يقفون على الكعبة، ما استرشد مع أصحابه فحنقلب ورحلة مع ثانية. وتغيب رجال من المشركين كراهية ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنكا وغيظا، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة حسب المعاهدة. فلما أصبح من اليوم الرابع أتى سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة، فصاح حويطب نناشدك الله والعبد، أي اعمل بالعبد الذي بيننا وبينك ثلاثة أيام كمان نجحت. لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث، فقال سعد بن عبادة كذبت لا أمرك، ليست بأرضك ولا أصحابك، والله لا نخرج. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حويطبا أو سهيلا فقال إني قد نكحت منكم، أي تزوجت بامرأة منكم، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونضع الطعام فنأكل وتأكلون معنا. كنتم شافعين متألمين من الطواف والسعي والجلوس على الزائدين نتعرس عندهم، فقالوا مناشدك الله والعائد إلا خرجت عنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل، وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل بطن سلف فأقام بها، وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حتى يمشي، فأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها وهو الواسطة. أبو رافع قد كان هو السبيل الواسطة ما بين رسول الله وما بين ميمونة، وقد رقوا أذى وعناء من شفاء المشركين وصبيانا، فبنى بها بسلف. انظر ابن الشاب والنساء وسرع البواب.
ثم أدرج وزار حتى كتب المدينة. وقدر الله أن يكون قبر ميمونة في شرف حيث بنى بها. ماتت في تلك البقعة وقبرت في تلك البقعة في آخر، هي آخر من انتقل إلى رحمة الله من أمهات المؤمنين. قال فصل: وأما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال أن العبد وقع والنبي محرم. قال ابن عباس هكذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قالوا فيه دليل على أنه لا مانع للإنسان أن يعقد بامرأة ليتزوجها حالة كونه محرما بالحج أو العمرة، وذلك لأن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وما أخرجه البخاري ومسلم فهو صحيح عند الحفاظ، ولكن هذا مردود. حديث ابن عباس هذا مردود بعدة وجوه. الوجه الأول أن أبو رافع روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بها إلا وجد فك الإحرام، ورواية أبو رافع أرجح من رواية ابن عباس، لأن أبو رافع هو السفيه والواسط بينهما، ومن كان هو الواسط فروايته أرجح. ثانيا أن ميمونة قالت ما تزوج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو حلال بعد أن فك الإحرام، وهي صاحبة القصة وهي التي تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما روي بطريق صاحبة القصة أرجح مما روى آخر ليسوا بأصحاب القصة. ثالثا أن رواية ابن عباس رواية شخص واحد، ورواية ميمون وأبو رافع شخصين، ورواية الاثنين أرجح من رواية الواحد. رابعا أنه ابن عباس يومئذ هو في 9 سنين، لأن النبي مات وهو في 13 سنة، وهذا في السنة السابعة، والنبي مات في السنة 11 فعمره 9 سنين ونصف سنة، فقد حمل الرواية وهو قاصر صبي وأتاها وهو بالغ. لا مانع يقبل رواية من حمل الرواية الصغير وأتاها وهو كبير، لكن رواية من كانوا كبار وتحملوها وهم كبار أرجح من رواية من تحملها وهو صغير. الوجه الخامس على أنه إذا تركنا الترجيح من ناحية الرواية نرجع إلى الترجيح من ناحية الدراية، وقد قال العلماء إذا تعارض حديث يدل على تحريم وحديث يدل على الإباحة فنرجح ما كان يدل على التحريم على ما يدل على الإباحة تغليبا لجلبة الحظ، ولا سيما في باب النكاح، فهم إذا تعارض دليلين أحدهما حديث يدل على الإباحة ودليل على التحريم فلنعمل الأحوال ونرجح ما يدل على الحظ
على ما يدل على الإباحة. السادس من الوجوه هذه نرجع إلى دليل خارجي. كان العلماء إذا تعارضت حديثين ولم يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح نرجع إلى دليل آخر. هنا نرجع إلى دليل آخر وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المحرم لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح. لا يجوز لمن كان محرما أن يتزوج ولا يزوج بنته، ولا تكون المرأة التي تتزوج محرمة. وهذا دليل قولي. فنترك أحاديث ابن عباس وميمون وأبي رافع المتعارضة ونرجع إلى الحديث القولي، والحديث القولي أرجح من الحديث الفعلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح. وإذا أردنا وجه سابع فهو يمكن أن يكون محرما أي في الشهر الحرام، مثل قول الشاعر: قتلوا الخليفة، قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، أي قتلوا في الشهر الحرام. وما كان عثمان بن عفان محرما وهو في المدينة حينما حوصل وقتل. فالمراد بقول محرما أي في الشهر الحرام، فيمكن أنه أراد بقوله محرما المراد في الشهر الحرام. هذه وجوه سبعة مرجحة على حديث ابن عباس. ولهذا تقول في مسائل الإلغاز: أي حديث لم يعمل بها العلماء في حين أنه وارد في صحيح البخاري ومسلم، وقد قالوا أن ما أخرج البخاري ومسلم فهو متلقى بالقبول ومعمول به وهو في أعلى درجات الصحة، فلماذا لم هذا؟ فأي حديث وفي البخاري ومسلم لم يعمل العلماء به؟ الجواب: حديث ابن عباس العلماء لم يعملوا به ورجعوا عليه ترجيحات كثيرة. قال: فمما استدرك عليه وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب ووهم ابن عباس: وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل، ذكره البخاري. وقال يزيد بن الأسلم عن ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بشرف. رواه مسلم. فرواية مسلم عنها أرجح. متى صادف أن رواية مسلم أرجح من رواية البخاري ومسلم؟ قلوا في حديث ميمونة. وقال أبو رافع: وهذا هو السبيل الواسط فيما بينهما، تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما صح ذلك عنه. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي. وقال سعيد بن المسيب: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا، الحل والنكاح جميعا، وشبه ذلك على الناس. وقد قيل أنه تزوجها قبل أن يحرم، وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل بالعقد عليها قبل إحرامه، وأظن الشافعي ذكر ذلك قولا. فالأقوال ثلاثة: أحدها أنها تزوجها بعد حله من العمرة وهو قول ميمون نفسها، وقول السبيل بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع، وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل مكة. والثاني أنه تزوجها وهو محرم وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة تابعوا ابن عباس. قال والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم،
وقد رمي قول ابن عباس انه تزوجها وهو محرم على انه تزوجها في شهر الحرام لا في حال الاحرام. قال واذا احرم الرجل اذا عقد الاحرام واحرم اذا دخل في الشهر الحرام وان كان حلالا بدليل قول الشاعر قتل ابن عفان الخليفه محرما ولعن فلم ارى مثله مكحولا وانما قتل في المدينه حلالا في الشهر الحرام. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكع ولا يخطب. ولو قلت عالم القول والفعل هارنا لوجب تقديم القول لان الفعل موافق للبراءه الاصليه والقول ناقل عنها فيكون رافعا لحكم البراءه الاصليه وهذا موافق لقاعده الاحكام. ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول والقول رافعا لموجب البراءه الاصليه فيلزم تغيير الحكم مره وهو اخلاق قاعده الاحكام الله اعلم. حاصل ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكه تبعته ابنه عمزه تنادي يا عم يا عم فتناولها علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاخذ بيدها وقال فاطمه دونك ابنه عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي انا اخذتها وهي ابنه عمي وقال جعفر ابنه عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنه اخي حكم المحروم من الموال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين حمزه بن عبد المطلب وبين زيد بن حارثه والا بزيد بن حارثه هو من قبيله كلب يمنيه من عسي وليس هذا زيد اخو حديقه انما هو حينما اخى النبي ما بين المهاجرين والانصار وقال زيد ابنه اخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخاله بمنزله الام وقال علي انت مني وانا منك وقال لجعفر اسمعت خلقي وخلقي وقال زيد انت اخونا ومولانا متفق على صحته. ولهذا يقول العلماء في باب الخضانه اذا تنازع ابو الطفل وام الطفل في الطفلات او في الطفل من يعبدون الام اولى بها ما لم تتزوج فاذا تزوجت قال الشوكاني في التراري الحصري تنتقل الخضانه الى الخالق لان الخالق بمنزله الام. وقال الامام المهدي في الأزهار أنها تنتقل إلى أم الأم لأن أم الأم تسمى أم فإذا ما بس أم الأم انتقلت إلى الخالق. وصاحب الأزهار للمذهب الهادوي قال لا ينتقل إلى الخالق إلا بعد أن لا توجد الأم أم الأم وهي الجدة. والشوكاني قال الخالق بمنزلة الأم عند الشوكاني أنها تنتقل من الأم إلى الخالق رأسا وعند الهادوية تنتقل إلى الجدة أم الأم لأنها تسمى أم الأم تسمى أم مثل ما يسمى الأب أبو الأب وعم الأب يسمى أيضا أب. وفي هذه القصة من الفكر أن الخالق مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين معانا أولاد بايتة من أمس ولا أدري من طعيمات أولاد أبا صلى بنا رجل بجماعة وفي الركعة الرابعة قام ناسي فقالوا له المصلين سبحان الله أجلس فهل هذا هو الصواب أم ماذا؟ نعم هذا هو الصواب وألف نعم. ما يسمى الإحداث إذا مات الزوج أي تصنع الزوج هل تلبس الأسود للمنهار ويخرج من البيت نرجو توضيح اسمة الإحداث الشرعي
إذا كان قاعدتهم أن المحتات تلبس الأسود الخالص فتلبس الأسود الخالص، وإذا قد كان قاعدتهم أنها تلبس الأبيض الخالص فتلبس الأبيض الخالص. المقصود تغير هذا الثياب حقها العادية. ثانيا لا تلبس لباس الزينة. ثالثا لا تخرج من بيتها في الصباح إلا للضرورة، ولا تمشي إلا في بيت زوجها. هذا هو الإحداث الشرعي. وأخيرا لا تتعطر، لا تتعطر. أما أنها لا تمشي، لا تلبس حافية، لا تجوبش التلفون، لا تجوبش الرجال، فهذا ليس له دليل. قال هل يستفاد من خط المهاجرين منايح الأنصار جواز أن يرجع الإنسان عن هبته؟ هذه مشي هبة، هذه منحة أي عالية، أو تقبلها إذا ردت إليه من غير طلب. وهل هذا يكون معارضا لحديث النبي؟ حديث النبي في الهبة، وهذا ليست هبة، إنما هي عالية، وتسمى عند العرب منحة. قال البعض من المعالجين في القرآن يستخدمون كهرباء للأمراض المسحية، وأن الكهرباء هل يجوز هذا؟ ما يجوز. أين الكهرباء وأين النار وأين هذا؟ جزا شيء غريب. هل يكون موضع نظر المصلي حال ركوعه ينظر إلى محل سجوده؟ ما حكم استعمال المضارب الكهربائية التي تقتل الحشرات؟ المضارب الكهربائية التي تقتل الحشرات ما هي؟ مضرب بس كهربائي يصقر ويحرق. ما تذكرين الشارع؟ تدرون بعشر. شبكة هكذا يقولون لازم هو ملتمس. أكل دمس. وبعد ما نحلل؟ أظن حلل دمس. الأصل دفع الضرر والأصل الإباحة. ما نصيحتكم لبعض طلابكم الذين يحرقون أو يكسرون الحال؟ لا يحرقون ولا يكسرون، حاكم لنفسكم، كل واحد يصالح الآخر. ما حكم الغناء إذا كان الأدلة الإباحة قوية والرواية ضعيفة والأدلة الدالة على تحريمها ثلاثة ضعيف وروايتها قوية؟ فمن يرجح؟ ألا بينكم كما قال الشوكاني في نيل الأوزار أنهم من الشبهات، والمؤمنون وقافون عند الشبهات. الوجه السابع الذي ذكرتم بأن الحديث يحتمل أن يكون في شارع الحرم لا يستقيم. كذا أتيتم بالجمجمتين ورجع جاب الكتاب، لأنني قرأت السيرة العربية. لا يستجيب، وذلك لأن في تكملة الرواية وبنى بها وهو حلال، أما البناء بها فهو حلال بالإجماع. وإذا شيء نجد فالنجد عرفنا القيم، والمعروف بأن النبي إنما مكث ثلاث أيام في مكة، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها في شهر ذي القعدة، وهو حلال يعني قد فك الإحرام. هذا الطالب في ناقش أنه ما يحكمش ما قال ابن القيم، مع أن مشوا ابن القيم كتب السير كلها تقول هكذا، أو شهر ذي الحج وهي من الأشهر الحرم. الظاهر أن نحن نكتفي بالوجوه الأولى كلها، زوجة أبي البنت مثل زوجة ابن الأب، زوجة ابن البنت، ابن البنت مثل زوجة ابن الأب، بالتحريم نعم، زوجة ابن البنت حرام من محارم الرجل، زوجة ابن بنته من محارمها نعم، من محارم الرجل تقابل ويقابلها.
ويخلو بها ويسافر بها لكن ولا يتزوج بها. المعلوم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم يخير الكفار قبل المعركه بالاسلام او يعرض عليهم الاسلام من خلال السرايا التي بعثها صلى الله عليه وسلم استطاع انهم كانوا يهاجمونهم ويأخذونهم بالغلة بدون عرض عليهم الإسلام. نرجو من شيخنا توضيع الأمر. وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا يدعوهم فإذا لم يستجيبوا هاجمهم. ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يهاجمون قبل أن يدعوا إليه يدعوهم. لا معارض بين الأحاديث. الذي كان يدعوهم ما قبش عندهم خبر مثل أهل الفرس وغيرهم من الذي في أطراف الجزيرة العربية. والذي هاجمهم من الذي كانوا قد علموا أن النبي قد بعث وأنه يدعو الناس إلى الإسلام. لا معارض. هذا قد تكلم من مؤلف نير الأوطان وأتى بأحاديث تدل على المهاجمة وأحاديث تدل على الدعوة ثم المهاجمة وجمع بينهما بهذا. ميمونة عندما قالت لم يتزوج إلا وحده. هل تقصد العقد أم تقصدته المراد بها العقد؟ المراد بالعقد النكاح في اللغة العربية هو العقد. القعود هذا مثنى وثلاثة ورباع. وإذا ولدت في القرآن أنتم عذاب لكم من النساء تزوجوا. وليس المراد الوقت وإنما المراد به العقد الشرعي. النكاح حقيقة في العقد مجازا في الوضع. قال العلماء هكذا. وجد في بعض مذاهب الناس حكموا عليه ان يسلم البنت لخالتها فرفض وقال كل واحد عرض له وبدل عليها وهي في حاله العذر فعلى اثم. نعم خالف للامر الشرعي. الامر الشرعي يقضي بانها الخالف تنتقل الى درس في درس سابق. عدم وجود حديث صحيح يدل على ان النبي اخى بينهم وبين علي بن ابي طالب. ومع من اخى النبي وعلي بن ابي طالب افيدونا. كيف قلت ان النبي ما اخاش بين علي بن ابي طالب وبين نفسه؟ ما قلت انا بين قول النبي خلاف. ابن تيميه ينكر ان النبي اخى بينه وبين علي ولكن الجمهور اثبتوا المؤاخاه. وقال ابن تيميه الان المؤاخاه ما بين المهاجرين والانصار. واما النبي وعلي فهم كلهم من المهاجرين. واجابوا عنه بانها مره اخرى. مره اخى النبي بين اصحابه ومره اخى بين المهاجرين والانصار. ما هي الاستطاعه عند الرجل والمراه للنكاح؟ أن يجد حاجته الضرورية التي لا بد فيها. من استطاع منكم الباء فليتزوج، أي أنه يجد الحاجة الذي يستطيع أن يتزوج بها. وأما إذا هو فقير لا يجد فلننتظر حتى يغنيها الله. هل المني نجس؟ قال الشافعي الطاهر. وقال الزيدية نجس. والظاهر أن الأحوط القول بالنجاسة. أما أن بحديث صحيح صريح في النجاسة فلا. هل قول الرجل والله فوق ابني يمين؟ قول قال والله يمين. قول فوق ابني ابن وجوده وعدم على السواء. هل قول الرجل علي الحرام طلاق أو يمين؟ هذه يسمى كناية الطلاق. إذا كان دواء بها الطلاق فتكون طلقه. وإذا نوى بها اليمين فلا تكن طلقه. والقول قوله وعليه اليمين يحلف بالله العظيم أنه ما أراد الطلاق وبعدها إلى جهنم أو إلى الجنة. هل يرحم نفسه؟
هل المرعى عليها شراء؟ صلاة سفر إذا لم تجد مكان صلاة، نعم تدور مكان تصلي فيه، أي ما كان ما يأكل واحد، صلي لا تحتاج ولا تحتاج. كم عدت المطلقة الأولى؟ كم عدت الطلقة الأولى؟ الطلقة الأولى والثانية معناها واحد. إذا هي ذات حيض فثلاث حياض، وإني ذات حمل فوضع الحمل، وإن كانت لا تحيض ولا هي قبلة فبثلاثة أشهر. أحد الأخوة بيعطوا فلوس يعطيها لمن يدرس بها، فقال الجهاد والمجاهدين أحوج، ولأجل لأصحاب الفلوس الدماء أكبر حيث وقد صاروا مجاهدين بالماء. هل يجوز تحويلها من حد تريس إلى تعمل جهات في فلسطين؟ يا آدم ذلك قال اتها يدرسوا، قال أنا رأيي أنك تتها للمجاهدين أفضل، أما أن اتها باسم تريس وهو يتفضل ويقسمها للمجاهدين فهي خيانة. لكن أقول أشر عليك أنها تتها للمجاهدين، وإذا قد كنت مصمم على هذا سنصرفها بنظر آخر للذي أيد رسول الشيء. هل يجوز للمساكين أن يقومون بعد الصلاة ويصيحون بالحاجة؟ لا يجوز، لكن ما نفعلهم. قال الله عن السائل فلا تنال، إما نعطوهم ولا نعطيك هذول. أما أن احنا نكسر فلا ينبغي، ولا فهم آثمين لأنهم يشوشوا على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا كلكم يناجي ربه فلا يجهلن بعضكم على بعض بالقرآن. إذا كان النبي قد نهى عن الجهر بالقرآن خشية من التشويش على المصلين فبالأولى والأحرى الذي بيشوش بالطلاب، لكن ما يقعش أن احنا نكهده. وقد قال الله: وأما السائلة فلا تنهر. هل يجوز لنا أن نؤذن للناس الذهاب؟ نؤذن للناس الذهاب إلى صالة للنساء، المراد للنساء لكن اكتبها للناس، ضاروا النساء إلى صالة الأفراح حيث وهن يتبرجن في داخل الصالة تبرج سافر. وضحوا لنا ذلك وما حكم الشرع. يتبرجن لنسوة مثلهن أولاد رجال بيتشكرون. هذا كريم وهذا ضرار إلى علماء الإسلام والمسلمين والمفرقين بين الحلال والحرام، أفيدونا بهذه القضية التالي ذكرها عن بلد أخر لي ولهن أخوة وفي كمال صحة العقل شرعا، ثم إني تقدمت لطلب يد أخته لابني فوافت هو وأخته وأمهم، فعندما تغيب الولد وهو أخو البنت في المهجر فقام أخي الأكبر بإلغامي من قبل شيخ الكبير بأن أدي يدي للعقد لولدي وهو في المهجر، علما بأن الوكالة التي من البنت لعمها لم تظهر إلا بعد يوم من العقد الشرعي، وأنا لم أحصل على وكالة من ولدي. قوله مختلف، فهل العقد صحيح؟ قول ولدي واخو البنت بالاختلاف. من الذي عقد؟ اذا قال قبلت عقد النكاح لولدي والاب الولد الذي في الغربه بلغ وقال قد عجزت العقد فهذا صحيح. والإشكال من ناحية البنت ما هو؟ من ناحية البنت
إذا كانت البنت راضية وعقد لها أقرب الأولياء إليها، وكان الذي قبل العقد بيده وكاله أو فضولي وليس بيده وكاله، ولكن لما بلغ الزوج قال أنا قد عجزت والدي فيما عقد لي وأضاف العقد إلي، فالعقد صحيح وإلا فهو غير صحيح. إلى ذكر إن كان أو أنثى، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة في غير هذا الحديث: أنت أحق به ما لم تنتهي. والثاني لا تسجد لحال، وهو قول الحسن وابن حزم. والثالث إن كانت تفل بنتا لم تسجد. الحمد لله. والثالث إن كانت طفل بنتان لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكرت سقطت. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله، وكان في رواية وأنها إذا تزوجت الأم وابنها صبي أخذ قفز منها. قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى 7 سنين. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ. والرابع أنها إذا تزوجت بنسيب منقب لم تسقط حضانتها، وإن تزوجت بأجنبي سقط. ثم اختلف أصحاب هذا القول على 3 أقوال: أحدها أنه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان أو غير محرم، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإدراكه. الثاني أنه اشترط قوله مع ذلك ذاب رحم محرم، وهو قول أبي حنيفة، وهو مذهب الهادوية مذهب أبو حنيفة، أنه إذا كان محرم لها فهو أقرب أقدم. الثالث أنه اشترط مع ذلك أن يكون بينها وبين الطفل ولادة، بأن يكون جدا للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي. الصحيح أن المرأة بمجرد ما تتزوج تسقط حضانتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت المرأة ومعها طفل أو طفلة فإن حضانتها تسقط، لكن تنتقل الحضانة عند الهادوية إلى الجدة أم الأم. ثم إذا لم يكن هناك جدة أم الأم تنتقل الحضانة إلى الخال. ولهذا قال في الأزهار: الأم ثم الجدة أم الأم ثم الخال. وقال الشوكاني: بل تنتقل إلى الخالق رأسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فمن قد كان ومن كان قد طلق زوجته ومعها طفل فالنفقة على الزوج المطلق والخضانة للزوجة، إلا إذا تزوجت سقطت حضانتها. وإذا سقطت حضانتها تنتقل عند الهادوية إلى أم الأم، وإذا لم يكن أم الأم تنتقل إلى الخالق، وعند الشوكاني تنتقل إلى الخالق. أما أنها قد سقطت فقد سقطت، لأن النبي قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أم الأم. وفي القصة حجة لمن كتم الخال على العمة وقرابة الأم على قرابة الأب، هذا هو الصحيح، فإنه قضى بها لخالتها وقد كانت صفية عبتها موجودة إذ ذاك،
وهذا قول الشافعي ومالك وابي حنيفه واحمد في احدى الروايتين عنه. وعن الروايه الثانيه ان العم مقدم على الخالق وهو اختيار شيخنا ابن تيميه. وكذلك نساء الاب يقدمن على نساء الام عند ابن تيميه، والا فنساء الام اقدم، لان الولايه على الطفل من الاصل للاب، وانما كتبت على الام لمصلحه الطفل وكمال تربيته وشبكتها وحنوها، والاناث اقوى بذلك من الرجال. فاذا صار الاب الى النساء فقط او الرجال فقط كانت كرامه الاب اولى من كرامه الام، كما يكون الاب اولى من كل ذكر سواء. وهذا قوي جدا، هذا مذهب ابن تيميه وقواه من القيم. والا فالجمهور من العلماء قالوا النساء من جهة الأم أقدم من النساء من جهة الأب. إذا طلق الرجل امرأته ومعها طفل، هذا الطفل أو الطفل الحضانة تكون للأم، وليس للأب أن يتدخل أو يطالب بها. غاية الأمر أن له حق أن يزور طفلته أو يؤتوا بها في ناس الجمعة ليراها. فإذا بلغت 7 سنين ففيها خلاف. ذهب أهل المذهب الهادوي إلى أن البنت المميزة التي قد أصبحت في 7 سنين وقد استغنت بنفسها أكلا وشربا ولباسا ونوما، قد بتفرش لنفسها في 7 سنين ودنه، وقد بتاكل لنفسها وتشرب وتلبس لنفسها، هذه يسموها مميزة، ما قد بلغت. فإذا قد أصبحت مميزة فاختلف العلماء لمن ستكون الولاية. فذهب علماء المذهب الهادوي الزيدي المنصوص عليه في بذل الأزهار أن البنت ولايتها إلى أمها، والأم أولى بها، تأخذها عندها تعلمها الأنوثة وأعمال البيت، وإن كان ولد ذكر فيأخذها الأب لأجل يعلمها الرجالة. هذا هو مذهب الهادوية. واحتجوا بحديث مروي عن علي بن ابي طالب نفسه انه قال المراه احق بابنتها والرجل احق بابنه. اذا قد وصلوا الى 7 سنين واصبح الطفل مميز او الطفل مميز. وذهب جماعه من العلماء الى انه يخير ان كان يريد عند امه ذهب عند أمها، إن كانت تريد أن تذهب عند أمها ذهبت عند أمها، إذا كانت تريد عند أبيها تذهب عند أبيها، وإذا قد كانت تريد أمها ذهبت عند أمها. تخير البنت ويخير الولد، مهما وصل الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يخير بين أبيه وأمه. وهذا هو الذي كرره الشوكاني في جميع مؤلفاته، لأنه ورد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تريد أبوك أو أمك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفقه فاختار أباه. هذا الحديث صحيح. كانوا من الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية وهو المسمى قانون الأسرة اليمني، قالوا في مادة من المواد أنه إذا قد بلغ الطفل أو الطفل 7 سنين فيخير إن رأى الحاكم المصلحة في تخييره. ستسلوهم بهذا. قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية لم يقل فإن بلغ الطفل إلى 7 سنين فوالده أحق به، وإذا بلغت الطفل إلى 7 سنين فأمها أحق بها، كما قال الهادوية.
ولا كانوا في القانون فإذا بلغ السبع السنين خير ذكرا كان أو أنثى كما قال الشوكاني في مؤلفاته بل أو الأول الفكر كانوا فيه فإن بلغ سبع سنين خير إن رأت المحكمة المصلحة في تخييره فقد قيدوها بأن التخيير لا يكون إلا عند الحاكم وأن الحاكم يرى المصلحة في التخيير ويجاب عن تقديم حالة ابنة حمزة على عمتها بأن العم لم تضرب العضال والعضال حق لها إلغالها به بطلبه بخلاف الخالة فإن جابر كان نائبا عنها في طلب الحضانة ولهذا كفى بها النبي صلى الله عليه وسلم لها في غيبتها وأيضا فكفى أن القرابة أن لقرابة الطول أن يمنع الحاضن من حضانة الطول إذا تزوجت فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرق له فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسكت حضانتها لقرابته أو لكون الطفل أنثى على رواية مكنت من عقله ولم يرضى فالحق له والزوج هذا ما قد رضي وخاصم القصه وصبي لم يكن منها ضرر وايضا فان صبيه عمت النبي صلى الله عليه وسلم صبيه بنت عبد المطلب وايضا فابن العم له حضانه الجاريه التي لا تستهى باحد الوجهين بل وان كانت تستهى فله حضانتها ايضا وسلم إلى امرأة كي يختارها هو أو إلى محرمه وهذا هو المختار لأنه قريب من عصباتها وهو أولى من الأجانب والحاكم وهذه إن كانت قبل فلا إشكال وإن كانت ممن يشتهى فقد سلمت إلى خالتها فهي وزوجها من أهل الحضانة والله أعلم وقول زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين فإنه واخى بين أصحابه مرتين واخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة واخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيدة بن الحارث وبلا وبين مصعب بن عمر وسعد بن أبي وقاص وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والمرأة الثانية أخا بين منشي ما يقول وبين علي بن أبي طالب وبين النبي صلى الله عليه وسلم أخا بين المهاجرين والأنصار في كان أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة فاصل واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء هل من باب القضاء وهو الحكم لأن النبي حاكم معهم وتعاهد معهم أو من باب القضاء ذات الأداء واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء هل ولكونها قضاء العمرة التي سئلوا عنها أو من المقاضى على قولين تكثرا وقدي حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال لم تكن هذه العمر القضاء ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصر به المشركون واختلف الفقهاء في ذلك على أربع أقوى أحدها أن من أحصر عن العمر يلزمه الهدي والقضاء وهذا إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه فإذا صدت الإنسان عن الدخول إلى مكه ووصل وبحر أو وصل وحصل فيه مريض شديد لا يتمكن من الدخول ما حكمه يذبح الحد ثم يرجع إلى بلده ثم يقضي هذه العمرة عملا بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله حتى ولو كانت العمر أو الحج نافلة والثاني لا قضى عليه وعليه الهادية يهدي ويرجع وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد هذا أبو طالب أحد علماء السنة
وليس المراد مع المطالب الذي يتكلم منه في ليلة الأمطار وسبل السلام وغيره الذي من علماء الفيل والتيلم وهو من علماء الزيدية والثالث الذي يلزمه القضاء ولا هدي عليه وهو قول أبي حنيفة والرابع لا قضاء عليه ولا هدي واحدا رواية عن أحمد فمن أوجب عليه القضاء ولا هدي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا الهدي حين سلطوا عن البيت ثم قضوا من قابل قالوا والعمر تلزم بالشرع والشرعية ولا يسقط الوجوب إلا فعلها بفعلها لأن النبي قالوا أتم الحج والعلم القرآن قالوا أتم الحج والحمرة لله ونحن الهدي لأجل التحرر من تمامها وقالوا وظاهر لا يوجب الهدي لقوله تعالى فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ومن لم يوجبها قالوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين أحشروا معه في القضاء ولا أحدا منهم ولا وقف الحل على نحرهم بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديهم ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروع فإذا أحسن جاد له تأخيرها لعذر الإحسان فإذا دار الحص أتى بها بالوجوب السابق ولا يوجب خلل التحلل بين الإحرام بها أولى وبين فعلها في مختلف كان شيئا وظاهر القرآن يلد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المحسن فدل على أنه يكتفى به منه يذبح ثم يرجع هذا قد أعدل البذائل وإلا فاللازم على ما قاله كثير من العلماء أنه يرجع من الثاني ولو كان متنفلا لكن هذا قد أقرب لأنه محتج بقوله وأتم الحج والعمرة لله وهو قال فإن حصرتم فما استيسر من الهدي بل عليه يذبح لكن الناس قد جهلوا هذه المسألة حال ما وقعت قصة جهيبان قبل 24 سنة هذه القصة أن بعضهم كان في المدينة يجلس ويزور إلى آخر يوم في الحج وأول يوم في المحرم يرجع يغادر المدينة إلى اليمن استحسن بعضهم أنه يزيد يغنم الفرصة فيلبي بعمره من المدينة من أبيار علي إلى مكة ويعتمر ثم يرجع إلى اليمن فلبى بعمره من الصباح مسافر ولا يعقل أنها قد وقعت ثورة في الحرم عند صلاة الفجر وأن مكة أصبحت في حرب وأن الدولة أرسلت الجيش يطوق على مكة ويطوق على الحرم جدوا في مسألة لا أعظم منها ولا أغرب منها فوصلت السيارات إلى الحدود مفارق الطريق قالوا منع سيارة لا يصل إلى مكة يذهب إلى جدة رأسا لماذا؟ لأنه حرب وسط مكة فذهبوا إلى جدة وهم محرمين ولبسوا أداتهم في جدة وما فكوش الإحرام ودخلوا الفضاء ولدوا فوق الطيارة ووصلوا إلى سلعة وقد كان الصواب أن يدخلوا إلى مجزرة جدة أو إلى سوق جدة الذي يباع فيه الغنم فيشتروا ما تيسر من الغنم أو من البقر أو من الإبل ويذبحوها ثم يفك الإحرام مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية حيث أنه ذبح الهد وفك الإحرام وحرم هذا لا ذبح الهد ولا فك الإحرام ولا شيء كان الصواب أنهم يسألوا الفقهاء الذي في مساجد جدة ويقولوا هذا قد منعنا من الدخول ونحن محرمين بالعمرة
فانت يكون لهم الفقيه او امام المسجد ها عليكم ان تشتروها وبعد ما يستشروا العبد اذبحوا واحرقوا او قصروا ثم ارجعوا الى اليمن وبعد ما ترجعوا الى اليمن يمكن يقولوا لكم في اليمن انكم تقضوا العمره هذه ولو كانت نافله ويمكن يقول لكم انها لا تقضي. اما التحلل فلا بد فيه من ان يذبح وهذا هو الذي جرى له ابن القيم. ما كانوا يسالوا الا وجدوا في شهر صفر قالوا وصلنا وما كيلا شهر الاحراق ولا شيء. احراق قال لهم سيروا احرقوا وفكوا الاحراق بعد ارجعوا السنة الثانية اعملوا أمر جديد لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أما النحر فلا يجوز فلا يذبحوا في صنعاء لا يكون الذبح إلا في الأرض الحرم أو في طريق الأرض الحرم. فاصل وفي نحره صلى الله عليه وسلم لما أحسن في الحديث دليل على أن المحصن ينحر هديه وقت حصره وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة وإن كان مفردا أو قارنا ففي قولان أحدهما أن الأمر كذلك وهو الصحيح لأنه أحد النسكين فجاء تحل منه ونحر هدي وقت حصر كالعمرة لأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت الله. فإذا جاز الحل منها ونحل هديها من غير خشية فواتها فالحج الذي يفسد فواته أولى. وقد قال أحمد في رواية حنبل أنه لا يحل ولا ينحل الهدي إلى يوم النحر. وشهد أن المهدي محل زمان ومحل مكان فإذا عجز عن محل المكان لم يسجد عن محل الزمان لتمسكه من الاتهام بالواجب في محله الزماني. وعلى هذا القول لا يجوز التحلل قبل يوم النحر بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن الضروره تلجا الى انه حابك اذا كان مرض صديق يمكن يلقى واحد صديق ويقول له انا شاوت لك اشتري لي هدي واذبحه في مكه يمكن ان يقول له هذا. لكن في بعض الأحوال وحر لا يستطيع هو ولا زميله. ولكن الأحواض لمن يخشى أن يصد عن سبيل الله أو أنه يمرض أن يقول لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة متمتع بها إلى الحج أو يقول لبيك اللهم بعمرة مفردة ويقول ومحلي حيث حبستني. من قال هكذا وصدت عن الدخول إلى مكة يرجع حالا يقص ناسه أو يحلقه ويرجع ولا يلزمه هدي ولا شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير وقد قالت أريد يا رسول الله أن أعتمر ولكن أخشى أن لا أتبتل لكوني مريضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي لبيك اللهم لبيك وبحلي أي المحل الذي سأتحلل به حيث حبستني أي في المحل الذي امتنع علي الدخول إلى مكة. فمن قال هكذا لا يلزم شيء إذا صدق. لكن العلماء قالوا لا يشرع له أن يقول هكذا إلا إذا كان في مرض يخشى أن لا يستطيع يدخل مكة أو كانت الظروف ظروف حرب أو ظروف خوف فيمكن هكذا. ما قدوش دائما يجوز للحج أو المعتمر أن يلبي على أن يلبي ويشترط إلا إذا غلب في ظنه أن هناك سيقع حرب أو غلب في ظنه أن مرضه سيعوقه عن الدخول إلى مكة.
فاصل وفي نحله محله دليل على ان المحسن بالعمر يتعلل، وهذا قول الجمهور، وقد روي عن مالك رحمه الله ان المعتبر لا يتعلل لانه لا يخاف الموت، وهذا تبعد صحته عن مالك رحمه الله. لماذا؟ لان الايه انما نزلت في الحديبيه، وقصة الحديبية إنما هي عمرة وليست بحج، والنبي لم يحج إلا في السنة العاشرة من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم محرمين بعمرة وحلوا كلهم، وهذا مما لا يشك به أحد من أهل العلم، فلا يتصور أن الإمام مالك يقول أن المعتبر لا يتحلل لأنه لا يخاف الموت، مع أن الآية والقصة كلها في الحديبية في العمر وليست في الحج، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة من الهجرة. فاصل وفي ذبحه بالحديبية، وهي من الحل بالاتباع. الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم، دليل على أن المحسن ينحل وحيد محسن من حل أو حرم، وهذا قول الجمهور واحمد ومالك والشافعي. وعن احمد رحمه الله روايه اخرى انه ليس له محل هدي الا في الحرم، ما وصل سر الحرم، ما تهم قد شط ولا مرض ولا كسر قبل ان يصل الى الحرم المحرم، فيبعثه الى الحرم ويواطي رجلا على ان ينحر في وقت يتحلل به. هذا اذا امري استشكل على المرض قد اصبح شيء قد بيدخلوا على المستشفى بك حال ما يوصل المريض، عندما المشكل اذا شيء محار مثل قصه سليمان، وهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وجماعه من التابعين، وهو قول ابي حنيفه، وهذا انسان ما ينبغي حمله على الحجر الخاص، وهو ان يتعرض الظالم لجماعه او لواحد، وأما الحجر العام فالصلاة ثابتة، لأن الظلم كانوا دائما يمنعوا الناس من الحجاج، بعض الظلمة وبعض قطاع الطريق كانوا يتقطعون للحجاج فيما بين مكة وما بين جدة وما بين مكة وما بين المدينة، كان هناك قبائل اسمهم قبائل هذيل وحرب، وظيفتهم يقتلوا الحجاج، تقول المرأة كم عمر ابن الشيء يقول بالشيء كدو يستطيع أنها بالحاج كد عمر في 16 سنة، وهذا تقول بالشيء ابني كدو في 20 سنة كدو يستطيع يقتل الحاج وينها بمامعه، هكذا قالوا ما استطاعت الدولة العثمانية ولا الدولة العباسية تأمن الحجاج ولا دولة الأشراف، إنما آل سعود هو الذي استطاعوا من أيام ملك عبد العزيز آل سعود سنة 1341 هجري بعد ما دخل مكة إلى الآن استطاعوا 82 سنة والناس في مكة في أمان، وإلا فقد كانوا في خوف شديد، ما يصير الحج الشامي إلا معهم، يسمى الركب الشامي والركب المصري والركب اليماني، ما يخطو إلا جمعة، إذا تأخر واحد منهم يقتل حالا ما عاد يستريح، ولهذا الفتاوى في فتاوى ابن تيمية وابن القيم وغيره كثيرا ما يتكلموا من هذه المسائل، لأنهم عانوا مسائل الخوف الذي قد كان ينالها الحجاج في الأيام السابقة. قال عندنا احنا قال هذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وجماعه من التابعين وهو قول ابي حنيفه، وهذا انسان ما ينبغي حمله على حصر الخاء، وهو ان يتعرض الظالم لجماعه لواحد، واما الحصر العام فهو البلد فالسنه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه، والحديبيه من الحلم اتفاق النار، وقد قال الشافعي بعضها من الحلم وبعضها من الحرم، هذا هو الظاهر والمعلوم ان بعضها من الحرم، لان القران يقول الذين عاهدتم عند المسجد الحرام
والنبي عاهدهم في الحديبية وقد كان في الجزء الذي داخل في الحرم. قلت وابراد وان ادراسها من الحرم والا فهي من الحلم اتفاقين. ولهذا كان النبي اذا اراد ان يصلي في طرف الحديبية الذي داخل في الحرم. وقد اختلف اصحاب احمد رحمه الله في المحصى اذا قدر على اطراف الحرم هل يلزم ان ينحر به في وجهه له؟ والصحيح انه لا يلزم لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر حجره في موضعه مع قدرته على اطراف الحرم. وقد اخبر الله سبحانه ان الهدي كان محبوسا عن بلوغ محل ونسب الهدي بوقوع فعل سلطانه. أي صدتم فم عن المسجد الحرام وصدت الهدي عن بلوغ محله ومعلوم أن صدتهم وصدت الهدي استفاد ذلك العام ولم يزل ولم يصل فيه إلى محل إحرامه ولم يصل الهدي إلى محل نحره والله أعلم. فاصل في غزوة بوتة وهي في أدنى البلقة من أرض الشام في الأردن. أرض البلقة هي الأكس في البلاد التي تسمى دولة الأردن الهاشمية. وكانت في جماد الأولى 3 شباب. وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها غزوة مع أنها سرية. والقاعدة عند علماء السير وعلماء الحديث لا يطلقون اسم الغزوة إلا إذا كان الجيش على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان أحد الأمراء فلا يسمى إلا سرية إلا غزوة بوتة. فالعلماء كلهم يسموها غزوة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم وإنما أرسل الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة. هذا ولهذا العلامة الحلبي مؤلف السيرة الحلبية ما رتبهاش على السنين، رتب الغزوات من أولها إلى آخرها. الغزوات من أولها الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم مثل بدر وأحد وغيره إلى آخرها مثل تبوك. ثم في الجزء الثاني أتى بالسرايا، ولكن غزوة بوته متاها إلا بين الغزوات الذي سرت فيها جميع الغزوات، مع أن غزوة بوتة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي في أدنى البلقاء من أرض الشام، وكانت في جمادى الأولى 3 شباب. وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عبيد الأزدي أحد بني لهبن بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، إلى بلد الروم أو إلى أمير بصرى في طرف بلاد الشام. فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم كتبه فضرب عنقه. ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه. العرب في الجاهلية لا يقتل الرسول أبدا، العرب لا يقتله الرسول. وهذا الذي سمى نفسه عربي شرحبيل بن عمرو الغساني قتل الرسول، وقال استنكر العرب الكفار قبل ان يستنكر المسلمون. فاشتد ذلك عليه حينما بلغ الخبر، فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثه وقال ان اصيبا فجعفر بن ابي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فتجهز الناس وهم 3000. أكبر سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم هي مؤتة، لأنهم كانوا 3000 شخص. ولهذا سموها غزوة في حين أن النبي لم يكن معها. فلما حضر خروجهم ودع الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة فقالوا ما يبكي؟ فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا سبابة بكم،
ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا ايه من كتاب الله يذكر بها النار، وان منكم الا واردها كان على ربك عزما مقضيا، فلست ادري كيف لي بالصدر بعد الولود. فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامه ودفع عنكم وردتكم الينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحه لكنني اسال الرحمن مغفره وضربه ذات فرغ تكذب الزبد، او طعمه بيدي حران مجهده بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جثثي يا على جثته يا أرشد الله من غازي وقد رشدا. وفعلا قتل وقبر هناك. ثم مضوا حتى نزلوا معا مدينة في الأردن، فبلغ الناس عن الهلاك في البلقى في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهرة وبلى 100,000. كان العجم من الروم 100,000 جندي، وانضم إليهم من العرب المتنصرة، هذا عرب متنصري في حدود بلاد الشام. فلما بلغ ذلك المسلمين وإذا هم قد أصبحوا على هذا 100,000، والمسلمون 3,000 فقط. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان مدينة ليلتان ينظرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمتنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره، فنمضي له. فشجع الناس عبد الله بن رواحة فقال يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تضربون، كيف أنتم ما خرجتم لا تشهدوا تضربون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرم الله به الله. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحزنتين إما ظفر وإما شهادة. قال إما نستشهد وندخل الجنة وإما ننتصر. وبعدها تقدم زيد بن حارثة فقتل، وأخذ الرأي جعفر فقتل، ثم عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذه بعض الصحابة من أهل مكة أخذ الرأي وقال من سيترأس الجيش؟ قالوا أنت. قال لا أستطيع، أي خالد بن الوليد. قال خالد بن الوليد حاضر. قال أنت ترأس الجيش. قال ترأس أنت لأنك من أهل بدر. قال المسألة ليست مسألة بدر وغيرها، مسألة سياسة وحربية، وأنت أشجع وأعلم بالسياسة الحربية. فأخذ خالد بن الوليد الراية، وهو لما كان بدل وشجاع وحربي خطر ببال الذكشة خط لا أحسن منا أبدا، كان يقابل 100,000 مسلحين وهم 300 أو ما إلى الناس الذين عن الميمنة امشوا إلى الميمن خروات، والذي في الميسر كلهم هكذا يذهبون. ووسع الطريق، والقاعدة عند العرب أنهم إذا جاء جيش جديد يقدموه في الوسط، وهذا في الأطراف لأن عادوا نشب، وهذا قد مكونين تاعبين مجروحين. فلما عمل هكذا توهم الروم ومن إليهم من متنصرة العرب أن هناك جيش قادم من المدينة مدد جديد. انهزم الكفار. وخالد بن الوليد لما كان ذكي وشجاع وسياسي ما افتشاف، وقال هيا نلحقهم. قد هربوا، قال بس هربوا احنا ننسحب، ما نصيرش نقاتلهم. هم ما هربوا الا معتقدين ان بآلاف يوصلوا، ما دام قد هربوا فانسحب، الذي يسموه الان الانسحاب المنظم.
في علم القوات المسلحة يسموه الانسحاب المنظم، يعني باختيار لا بالفجايع، حالا رجع وهذا هربوا وهذا رجعوا له. وبعد ذلك وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بواسطة الوحي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تقدم زيد بن حارث فقتل، ثم جعفر فقتل، ثم عبد الله بن رواحة فقتل، ثم قام خالد بن الوليد ولم يكن أميرا بأمر مني ولكنه أمير نفسه، وهو سيف من سيوف الله سبه الله على المشركين. وبهذا رجع الجيش منتصرا بمعنى فلما وصلوا إلى المدينة كان أصحابي يعولوهم ويقولوا: أنتم فررتوا من الزعف، أنتم فررتوا من الزعف. جاءوا يشكوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: بنقول قال لستم من الفارين من الزعف، أنتم فارين إلى فئة إلي، أنتم الكرارون لا الفرارون. إلى ما حكم من ترك الصلاة تعمدا وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوب ويرضي جميع ما عنده. مرة بنا في الدرس الماضي في الدروس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم اليهودية، فما القول الفصل في لحم أهل الكتاب؟ جائز. سمح لي حيث حبستني، إذا قال هكذا ما عبس علي أن يتبع. إذا كان الأرض فقير ولكنه يتبع فقد بقدر حال فيصبرها لأنه في كل مبالغ كبير ويكون في كل إنسان فاور لا يستطيع الكتاب بعد الوجود فاستزاد إلى الفسق وكان كل مبالغ قال وانا مقلد اما يزوروني يصلي وكيله ولا معاش ولا مسجد. من كان عليك فقد ولده او زوجته فعليه ان يمسك بقدر طاقته ويقدرها عدلان خبيران مختاران من الطلبين وعليهما